When I come in the arena. ورجعنا لكم تاني، وزي ما كلنا عارفين سعادة الإنسان في صحته، علشان كده لازم نهتم بالرياضة. طبعا مصر فيها أبطال كتير جدا، النهاردة معانا بطل عالم وأفريقيا والعرب والبحر المتوسط، معايا كابتن محمد إمبابي. رحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا أنس. في البداية عايزين نعرف بدأت مشوارك إزاي؟ أنا بدأت مشواري الرياضي الأول لعبت كونغ فو، بعد كده لعبت كورة وقعدت فترة كبيرة في الكورة، بعد كده اتجهت لكمال اجسام لان كنت بحب الرياضه دي من زمان، وكنت بشوف الافلام بتاعت ارنولد وفان دام وسيلفستر من وانا صغير، كنت بشوف الناس دي عندها عضلات فكنت عايز ابقى زيها، لحد ما عرفت ان دي رياضه فاتجهت ليها. طيب في البدايه كده، لو في حد عايز يدخل بطوله تنصحه يبدا ازاي؟ موضوع بطوله، البطوله مش حاجه سهله، هو الموضوع محتاج تعب ومجهود شويه، فكل القصة انه لازم يمشي طريق صح، لازم يروح لحد بيفهم، لمدرب شاطر، حد يقدر يوجهه في الاكل في التمرين. مش موضوع ان انا عايز العب بطولة رحت جيم عملت عضلات فكده هلعب بطولة، لا خالص، هو عايز توجيه صح وتغذية صح اهم من كل ده. طيب ازاي اعمل جسم من غير مكملات؟ التغذية دي اهم حاجة في الموضوع اصلا. هتوصلني لشكل الجسم اللي انا عايزه؟ اه، بس لو محتاج كثافة عضلية ده موضوع تاني، يعني انت توصل لشكل جسم معين ده سهل جدا، ان انت تتمرن 5-6 شهور توصل لاي شيب انت محتاجه، لكن ان انت توصل لكثافة عضلية وحجم عضل ان انت عايز تلعب بطولات الموضوع بيبقى صعب شوية وليه ابعاد تانية. طيب من اسبوع كان في بطولة مستر اولمبية اتعملت هنا في مصر، ضافت ايه لمصر؟ ده أقوى حدث أنا سمعت بيه في مصر من ساعة ما بدأت كمال أجسام، عمرها ما حصلت في مصر أن يجي حدث زي دوت هنا، ضافت لمصر كتير لأن حطت مصر على موسوعة الاحتراف، لأن بطولة أولمبيا بيطلع منها طلع منها 9 كروت احتراف في مصر، فبقى في عندنا 9 محترفين غير اللي نعرفهم، غير فودة غير ورداني غير زكريا غير مبابي غير محمود نجم غير احمد شمس، في 9 محترفين جداد طلعوا من مصر، عشان كده بنقول ان لعيبة منتخب مصر او لعيبة مصر عامة من النوادر انك تلاقي خامات زي ديت بره، فان شاء الله قريب هتلاقي في بطولة اولمبيا الكبار او البرو هتلاقي فيها ابطال مصريين كتير. ده نتمنى ذلك ان شاء الله قريب باذن الله. طيب ايه الفرق بين البطولات في مصر وبره مصر؟ هنتكلم في بندين، من ناحيه تنظيم ومن ناحيه قوه بطوله. من ناحيه تنظيم، من بعد بطوله اولمبيا اللي شفناها في مصر، يمكن الحمد لله طلعنا اقوى بكتير، بس ما كناش نعرف حاجه زي دي، اكتشفنا دوت مع شخصيه زي مستر اسلام كرتون، عمل تنظيم ولا اروع وبطوله ولا اجمل من اي بطوله في العالم. يمكن لو بطوله اولمبيا محترفين عايزه تتعمل في مصر بعد اللي شفناه دوت نقدر نرحب بيها واحنا مبسوطين، موضوع عادي بسيط. من ناحيه قوه بطوله ف هقول لك حاجه، احنا اخر بطوله اولمبيا لعبناها كانت في الكويت، كل الاوائل اللي فيها مصريين ان شاء الله، فيعني اللي هنا هما اللي بيروحوا هناك يكسبوا، فلو اتعملت هي هنا عندنا هنا اقوى، لان هنا في ناس كتير خامات جامده جدا بس ما بيبقاش معاهم الامكانيات على السفر وتيكت طيران واقامه واشتراك بطوله وتان، فهنا بجد لقينا مواهب ولقينا ابطال جداد ولقينا ناس يستاهلوا كلمه بطل بجد.
طيب انت بتقول ان في مواهب حلوه جدا هنا في مصر بس مفيش امكانيات تاهلهم ان هم يسافروا ياخدوا بطولات. طيب دلوقتي هل فعلا لعبه كمال الاجسام في مصر مش واخده حقها؟ دي حقيقي مش واخده حقها، يعني الى حد ما ابتدت تتعرف اعلاميا، لكن واخدين حقوق كانجاز بعمله كبطل عالم كبطل اولمبيا كمحترف لا. بس فعلا اخر فتره ظهر مستر اسلام كورتام وعامل دعم قوي جدا لمجموعه من الشباب والابطال والمحترفين، فنتمنى ان يكون في زي مستر اسلام كتير، مش عشرات، نتمنى يكون في مئات، لان لو في زي مستر اسلام كتير هتلاقي في محترفين كتير جدا من مصر. طيب دلوقتي معظم الناس في الجيم دايما تتصاب، انا عندي اصابه في كتفي، انا في اصابه مش عارف فين، ازاي اتفادى الاصابات في التمرين؟ الاختيار السيء في التمرين، لان معظم انا عندي جيم واتنين، فببص الاقي ناس لسه مبتدئين شباب 17 و16 و15 سنه بيجيب تمارين من على النت. هو انت ما تعرفش هو بيتمرن التمرينه دي ليه؟ بيتمرن بالاسلوب ده ليه؟ يمكن بيعمل شو الفيديو، يمكن بيتمرن بتكنيك خاص بيه هو، يمكن هو عنده دفوهات في جسمه فبيتمرن بالطريقه دي عشان خاطر يتفادى الدفوهات دي او يعالج الدفوهات دي. فما قلتش، هو الترينر اللي في الجيم او المدرب اللي في الجيم هو اكتر حد هيفيدك، يقول لك انت دي طريقه تمرينك، ده جدول تمرينك اللي هتمشي عليه. مش هخش الجيم انا بتمرن بقالي شهرين فانا بقيت قوي فاقدر ان انا اتمرن لوحدي، لا ده غلط، ودوت اللي بيجيب الاصابات، ان انت ما بترجعش للترينر اللي في الجيم وده غلط. يعني نقدر نقول ان ده خطا من ضمن الاخطاء للمبتدئين؟ طبعا خطا كبير جدا. طب عايزين نعرف مثلا ايه اهم الاخطاء اللي هم بيقعوا فيها غير ان هم بيتجهوا للنت؟ الخطأ الأكبر اللي هم بيقعوا فيه اللي أنا شايفه بصراحة، إن هو اتمرن أسبوع واتنين في الجيم ألاقيه جاي يقول لي أنا عايز أخد مكملات، أنا عايز أعمل كورس مكملات، إيه ده؟ لا طبعًا غلط. لازم جسمك ياخد اكتفاءه الذاتي من التمرين، زي ما بنقول بالبلدي كده ترمي أساس قوي عشان بعد كده تلاقي إن أنت بتطلع نتيجة. لما تاخد مكمل، أصل مكمل غذائي عادي يعني ممكن لو ما بتلعبش جيم تاخده عادي، بس القصه كلها في انك ما ينفعش تاخد مكمل غذائي طول ما انت متجه لطريق الجيم من غير ما يكون في اساس، من غير ما يكون في قوه عضليه وصلابه عضليه. لازم تعمل الياف قويه بعد كده تاخد مكمل زي ما انت عايز. طيب دلوقتي عايزين نسال في حاجه مهمه، الهرمونات بتعمل ايه؟ هل بتضر ولا بتنفع؟ دي حقيقه. انت لو كلت كتير، بص في مثل شعب بيقول لك اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. ففي الهرمونات ديت احنا يعني هي القاعده الاساسيه عندنا، مش اساسيه يعني من ضمن القواعد الاساسيه عندنا، تغذيه تمرين هرمون. فالهرمون دوت مخاطره، انت عايز تخش فيها خش، مش عايز تخش فيها ما تدخلش. احنا اخترنا المخاطره ديت لان في ناس كتير يجي يطلع فوق جبل وينط، ينط من طياره، ينط من برج، هو حر، هو اللي خاض المخاطره ديت، انا خدت المخاطره دي فانا المسؤول عنها. من ناحيه بقى جانب الهرمون بيموت والهرمون بيجيب عقم والهرمون بيجيب مش عارف ايه، لا الكلام ده غلط طبعا. هو بس لو عملت اوفر دوز وخدت كميات زياده عن اللزوم ديت اللي تجيب لك عقم وتموتك وتعمل فيك كل الكلام اللي احنا بنسمعه، لكن لو الهرمون بيجيب عقم الحمد لله يعني بيجرامي ما شاء الله مخلف، ورداني مخلف، امبابي مخلف، عطيه مخلف، كل اللعيبه ما شاء الله معاهم ذريه يعني. ما شاء الله. فالهرمون مالوش علاقه بالعقم، هو العقل اللي ليه علاقه بده. انت لما مثلا تاخد كميه معينه زدت 10 كيلو، لما تاخد ضعف الكميه دي هتزيد 20 كيلو؟ لا غلط، هتعمل اوفر دوز على كلى وكبد وتستستيرون وبروستاتا، فهتلاقي كل الموضوع بقى ملخبط شويه. الموضوع محتاج كميات يعني تديك دفعه على الطبيعي بتاعك، لكن مش تعمل اوفر دوز عن الطبيعي، ده اللي بيعمل المشاكل. عايزينك توجه نصيحة لكل المبتدئين في لعبة كمال أجسام. نصيحة لكل المبتدئين، أنا كنت مبتدئ زيهم والكلام ده أنا سمعته لما ابتديت. حاول تجيب أقصى ما عندك، حاول تطلع أنت جواك بطل. يعني أنا لما أصحابي لحد دلوقتي بيشوفوا صوري وأنا صغير يقولي إزاي من ده بقيت ده،
لما رفعت صوره ليا قبل وبعد ازاي برضو من ده بقيت ده، تحول تحول كبير. فالموضوع كله في التزام، وكلمه التزام ديت شامله حاجات كتير بقى، التزام في كل حاجه في حياتك مش في الرياضه بس، التزام في اخلاقك، التزام في معاملتك مع الناس، التزام في معاملتك في البيت، التزام في مواعيدك، التزام في اكلك، التزام في شربك، التزام في ميعاد التمرين بتاع الجيم، التزام في كل حاجه. وعزيمه ديت طبعا عايزه تحتها 100 خط، لان ما بيولدش بالعزيمه غير لما يكون راجل بجد عنده هدف عايز يعمل حاجه. فانك تبقى عندك عزيمه ديت انت هتعمل اي حاجه في الدنيا هتلاقيها ببساطه، الموضوع هيبقى سهل عشان انت عايز تعمل ده. ده حقيقي. لما يكون عندك هدف بقى هو دوت اللي بيساعدك ان انت توصل للهدف بتاعك. فلازم يكون عندك هدف في الاخر، ان انا حتى لو مش هبقى بطل هعمل ده لصحتي، هعمل ده لنفسي، هعمل دوت ان انا يبقى شكلي في التي شيرت اللي انا لابسه حلو، هعمل دوت ان انا استعين بيه على شغلي مثلا. في ناس كتير اعرفها شغالين في اللي هم بيشيلوا حاجات، بينزل حاجات، بيطلع كده يعني، يساعدوا. فده حاجه لصحتك، هتساعدك على ده، هتساعدك على شغلك، مش هتضعفه. انا الاول كنت شغال مع اعمامي ووالدي في محلات السمك بتاعتنا، فالرياضه كان والدي مفكر ان هي هد حيل للناس الفاضيه. في ناس كتير معتقده فان الرياضه يعني بتقتل مش بتقوي. لا، الرياضه بتقوي، لان انت اكلك بيبقى كويس جدا صحي، بتتمرن فبتعمل تقويه للالياف والعضلات عندك، بتاكل كويس فبتخلي حياتك اتغيرت 180 درجه من انسان عادي لانسان بيبتدي يحافظ على صحته او يقويها كمان، لان الجيم بيقوي ما بيضعفش. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. احب اشكر كابتن محمد البابي، شكرا لحضرتك. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج تنفس صحه.